بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن الدايليوشن and the concentration. في البداية يعني إيش كلمة دايليوشن؟ نفرض أنه عندنا هذا السليوشن اللي هو عبارة عن حبيبات سكر أو ملح، تمام، وموية. قلت لك أنه هذا السليوشن مركز، كيف راح أخففه؟ راح أضيف موية، صح؟ طيب هل أنا غيرت كمية السكر أو الملح؟ لا. إذن عملية الدايليوشن هي أني أنا راح أسوي تخفيف باستخدام الموية، لكن المولز ما راح أتحكم فيها أبدا، لا راح أزيدها ولا راح أقللها. طيب لو العكس عندنا، لو كان أنا عندي هذا السوليوشن اللي هو مخفف وأنا أبغى أركزه، كيف إيش راح أسوي؟ راح أسوي عملية تبخير. هل أنا تدخلت في عددها؟ لا، صح؟ طيب إذا عرفنا إيش هي عملية الدايليوشن، إيش هي عملية الكونسنتريشن، تمام؟ طيب الدايليوشن عنده 4 أنواع اللي هي الستوك سوليوشن والألكحول والأسيد والسوليد أو السيمي سوليد. الستوك سوليوشن هو إن أنا راح أستخدم الدواء اللي هو مثلاً عندنا درج وأكتف وإن أكتف. الألكحول راح أستخدم ألكحول موية، الأسيد راح تكون أسيد، والسوليد أو السيمي سوليد راح تكون سوليد أو سيمي سوليد، تمام؟ طيب الدايليوشن إيش هو القانون حقه؟ عندنا Q1 ضرب C1 تساوي Q2 ضرب C2. إيش هي الـ Q إيش هي الـ C؟ الـ Q هو رمز نستخدمه للكوانتيتي، تمام؟ والـ C هو رمز نستخدمه للكونسنتريشن، تمام؟ طيب اليونت إيش هي اليونت؟ حقة الكوانتيتي تكون جرام أو ملي، تمام؟ يعني إيش؟ يعني لو جاتنا غير هذه اليونت، سواء كانت كيلو جرام، كانت لتر، كانت أي وحدات ثانية، لازم أحولها الملي أو جرام، تمام؟ لو مثلا كانت عندنا واحد لتر، إيش راح أسوي؟ راح أحولها الملي. واحد لتر فيها 1000 ملي، وبعدين أعوض في القانون، تمام؟ طيب الكونسنتريشن تكون برسنت، يعني ايش؟ يعني لو كان عطانا ريشيو مثلا 1 إلى 500، لازم احولها لبرسنت. نقول 1 في 500 كم فيها، كم في 100، ونضرب طرفين في وسطين عشان نطلع البرسنت، تمام؟ هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، لو كان عندنا هنا ملي، لازم الطرف الثاني هنا يكون ملي. لو كان جرام لازم الطرف الثاني يكون جرام، لازم تتوحد اليونت، تمام؟ هذه بالنسبة للكوانتيتي. طيب لو الكونسنتريشن كان عندنا ايش؟ ويت بير فوليوم، لانها ايش؟ لانها هنا برسنت، صح؟ لازم الطرف الثاني يكون ويت بير فوليوم. لو كان فوليوم بير فوليوم، لازم هنا يكون فوليوم بير فوليوم. لو كان ويت بير ويت، لازم هنا يكون ويت بير ويت، تمام؟ هذه لها جدول، لها مثلث، قصدي المثلث هذا لازم تحفظونه. هنا المثلث حطه فوق weight per volume، وهنا weight per weight، وهنا specific gravity، تمام؟ يعني لو أنا طلبت ال weight per volume، وهذا كان عندنا معلوم ال weight per weight، وكان عندنا ال specific gravity معلومة، إيش راح أسوي؟ راح أضربهم في بعض. العكس لو كان كنت أبغى الويت بير ويت، وكانت الويت بير فوليوم معلومة، وكانت السبيسيفيك جرافيتي معلومة، إيش راح أسوي؟ راح أقسم الويت بير فوليوم على السبيسيفيك جرافيتي، تمام؟ وعادي إحنا نقدر نحول، مثلا هنا كانت واحدة عندنا ويت بير ويت، والثانية كانت ويت بير فوليوم، عادي. لو أنت تبغين ويت بير ويت الثنتين عادي، لو تبغين العكس برضو عادي. المهم انك انت ما تسوين هذه العملية الين ما تتوحد اليونت، تمام كذا؟ طيب هذه هي الرولز، هي اللي انا قلت لكم عليها. طيب الحين راح نجي نشوف الامثلة عندنا. اول شيء قال لك لو كان عندنا 500 ملي من 15% فوليوم بير فوليوم سوليوشن، طيب، وخففناه الى 1500 ملي، ويبغى
البرسنت حقت الفوليوم بالفوليوم. طيب اول شيء عندنا نتاكد من اليونت الفوليوم بير فوليوم. تمام فوليوم بير فوليوم، اذا هنا ما نحتاج تحويلات. الحاجه الثانيه حقت الكوانتيتي، هنا ملي وهنا ملي، اذا احنا ما نحتاج هنا تحويلات. تمام خلاص هنا راح نعوض تعويض مباشر. راح نشوف هذا اول شيء قال لك ايش 500 ملي اوف 15% فوليوم بير فوليوم. اذا راح نحط الكوانتيتي الاولى اللي هي 500 ملي والكونسنتريشن الاول اللي هو 15%. تمام طيب الكوانتيتي الثانيه اللي هي نفس اليونت 1500 راح نعوض تحتها الكونسنتريشن 2، هل هو معطيكي؟ لا، اذا نحط مجهول وراح نضرب. خلاص نضربهم في هذه ونقسمهم على هذا معامله وراح تطلع عندنا 5% تعويض مباشر مرة. نفس الشيء اللي بعده قال لك انه 50 ملي اوف 1 إلى 20. ها هنا عندنا تكة صح، وهنا كانت عندنا ويت بير فوليوم وخففناها الى 1000 ملي، يبغى الريشيو حقت الويت بير فوليوم. اذا هنا عندنا اليونت نفس ما هي تمام ما يحتاج تحويلات. هنا كان عندنا ملي وهنا ملي، اذا ما يحتاج كمان تحويلات. عندنا ايش اللي يحتاج تحويلات؟ هنا ريشيو واحنا لازم نبغاه بالبرسنت. فايش راح نسوي؟ قلنا اذا كانت عندنا ريشيو 1 إلى 20 كم في 100، وراح نضرب طرفين في وسطين يصير عندنا 1 في 100 ضرب 20 قسمة 20 معليش، راح تطلع 5% تمام. الحين راح اعوض 50 معاها 5 تمام، اذا 50 معاها 5 والألف حقتها مجهولة. تمام كم طلعنا البرسنت؟ طلعناها 25%. خلاص تمام هنا. طيب هو اصلا ايش طالب في السؤال؟ طالب ريشيو صح. فايش راح نسوي؟ راح نحول البرسنت الى ريشيو 0.25 في 100. كم في 1؟ قلنا انه اذا كانت ريشيو لازم نثبت الواحد في هذا الطرف. ايش راح نسوي؟ نقول 100 ضرب 1 قسمة 0.25 راح تطلع عندنا 400. اذا راح نقول الريشيو 1 إلى 400 تمام كذا. طيب الاكزامبل الثاني نفس الشيء. طيب طيب راح احل معاكم هذا المثال لانه فيه تحويلات. قال لك لو كان عندنا جالون اوف 30% ويت بير فوليوم تمام، والبرسنت الثانية كانت 50%. طيب أول شيء عندنا قلنا الكوانتيتي Q2 ضرب C معليش 1 تساوي Q2 ضرب C2. طيب لو جينا نعوض عن كل واحدة، Q1 كم كانت؟ كانت جالون 1 جالون تمام، ضرب C1 حقتها كم؟ 30%. اذا هنا ما راح نحتاج تحويل البرسنت لانها موجودة عندنا بالبرسنت. الحاجة الثانية Q2 هل هو معطيك اياها؟ لا مجهولة تمام. Q2 ضرب C2 اللي هي كم؟ 50%. اذا هنا كمان ما راح نحتاج التحويل لانها موجودة عندنا خلاص بالبرسنت تمام. طيب انا ايش قلت؟ ما قلت الكوانتيتي لازم تكون بالملي او الجرام، هنا اعطاك اياها بالجالون. راح نحولها هنا كاتب لك التحويل حقها انه 1 جالون فيها 3785 ملي. اذا راح نقول 3785 ضرب البرسنت حقتها اللي هي 30 تساوي Q2 اللي هي مجهولة بالملي ضرب 50%. راح نضرب 3785 ضرب 30 وراح نقسمها على 50. ليش؟ لانه الحين لما نجي نطلع المعامل، لما نجي نطلع Q2 ولازم نقسم على المعامل حقها، اذا هنا راح نقسم على 50% عشان نتخلص منها. وزي ما قسمنا هذا الطرف لازم نقسم على هذا الطرف لانها معادلة عندنا تمام. راح تصير عندنا 2271 ملي. ليش؟ لان انا قلت نفس اليونت تمام. طيب
عندنا الحين هنا الستوك سوليوشن. الستوك سوليوشن زي ما قلت لكم انه يكون عندنا اكتف او انه اكتف مثلا الاكتف دراج، والان اكتف مثلا تكون كلر يعني لون حطيت على هذا السوليوشن. طيب بس انها كلها تنحل بنفس الطريقه. طيب نشوف المثال عندنا، قال لك هاو ماني ملي لتر اوف. اذا هنا عندنا الكيو 1 مجهوله. طيب ضرب سي 1 كم قال لك؟ قال لك انها 1 إلى 400. اذا هنا اعطاك اياها بشكل ريشيو، لازم نحولها لبرسنت. ويت بير فوليوم تمام تساوي كم قال لك؟ شود بي يوز تو ميك 4 لتر اللي هي هنا عندنا ايش الكيو 2 تساوي 4 لتر. هنا لتر يعني لازم نحولها للملي تمام. ضرب سي 2 اللي هي كم تساوي كمان ريشيو 1 إلى 2000. طيب هنا ويت بير فوليوم، هنا ويت بير فوليوم. طيب هنا عندنا ويت بير فوليوم، هنا ويت بير فوليوم، اذا هنا ما نحتاج تحويلات. الحاجة الثانية هنا عندنا 4 لتر لازم نحولها للملي. 4 1 لتر فيه 1000 ملي كم في 4 لتر؟ نضرب طرفين في وسطين راح يكون عندنا 4000 ملي تمام. هنا طلعنا هذه الكوانتيتي تمام. طيب عندنا حاجتين في الريشيو، عندنا واحدة هذه وعندنا هذه الثانية، هم صح ريشيو الطرفين بس احنا ما نقدر نطبق هذا القانون لين تكون برسنت تمام. فايش راح نسوي في الحال هذه؟ راح نقول 1 فيها 400 كم في 100 لان احنا نبغى هنا ريشيو، راح نضرب طرفين في وسطين يصير عندنا 1 في 100 قسمة 400 تطلع عندنا 0.25%. والهنا الريشيو الثانية راح نقول 1 فيها 2000 كم في 100، راح نقول 1 ضرب 100 قسمة 2000 كم راح تساوي 0.05%. خلاص الحين طلعنا عندنا السي 2 والسي 1 والكيو 2، راح نرجع نكتب القانون ترتيب. راح نقول عندنا الكيو 1 مجهولة ضرب السي 1 اللي هي 0.25 تساوي الكيو 2 اللي هي معلومة اللي هي 4000 ملي ضرب السي 2 اللي هي كم؟ 0.05%. راح نضرب هذه ونقسمها على هذه يصير 0.05 ضرب 4000 قسمة 0.25 راح تكون عندنا 800 ملي تمام. تمام طيب المثال اللي بعده في حركة صغيرة، ايش قالك؟ قالك هاو ماني ملي لتر of water should be added to. added to معناته لما نطلع عدد المليات الأخيرة لازم نطرح تمام. قال لك حقة 300 ملي، إذا الكيو 1 كم تساوي؟ 300 ملي. طيب of 1 إلى 750 weight per volume، إذا السي 1 تساوي كم؟ 1 إلى 750 weight per volume. طيب وعطاك الريشيو الثانية اللي هي كم؟ إذا الكيو 2 هنا عندنا مجهولة ضرب السي 2 كم تساوي؟ 1 إلى 2500 كمان weight per volume. إذا هنا ما نحتاج تحويلات بس نحتاج تحويلات في إيش؟ هذا الريشيو لازم نحولها لبرسنت. راح نقول 1 إلى 750 كم في 100، راح نضرب طرفين في وسطين راح نقول 1 في 100 قسمة 750 راح تطلع عندنا
صفر بوينت 133 برسنت. وهنا راح نحول نقول 1 إلى 2500 كم في 100. إذا 1 ضرب 100 قسمة 2500 راح تساوي 0.04. تمام. الحين نجي نحول نطبق في القانون. 300 ملي ضرب 0.133 المية تساوي Q2 قلنا مجهولة ضرب 0.04 بالمية. راح نضرب هذه ونقسمها على هذا. إذن 300 ضرب 0.133 قسمة 0.04 راح تساوي عندنا 997.5 ملي. تمام. الحين طلعنا عدد المليهات. طيب هو ايش قال لك؟ قال لك كم ملي من الووتر اضفناها الى 300. تمام. اذا ايش راح نسوي؟ راح نقول عدد هذه اللي هي 997.5 ناقص هذه 300 اللي احنا اضفناها 300 ملي كم تساوي؟ 997.5 ناقص 300 راح تساوي 697.5 ملي. المثال اللي بعده فيه حفلة عندنا هاو ميني ملي لتر اوف 17% كونسنتريت اوف البنزل كولونيوم كلورايد. تمام. اذا الحاجة الاولى هنا عندنا المحلول الاول اللي هو عبارة عن 17% من البنزل كولونيوم كلورايد. تمام. اذا عندنا هنا الكونسنتريشن اللي هي 17 والكوانتيتي مجهولة. طيب used in preparing 300 ملي of stock solution. اذا السوليوشن اللي بعده فيه الكونسنتريشن اللي هي البرسنت مجهوله ما كتبها لنا والكوانتيتي كانت كم 300 ملي. طيب وقال لك انه الستوك سوليوشن ذات 15 ملي اذا كمان اخذ من هذه 300 كم 15 ملي كمان نفس الشيء الكونسنتريشن عندنا هنا مجهول ما في برسنت. طيب قال لك دايليوت 2 1 لتر اذا هنا سوى عمليه تخفيف 1 لتر اذا هنا عند الكوانتيتي اعطاناها والكونسنتريشن كمان اعطاناها بس بالريشيو 1 إلى 5000. تمام. طيب هنا ايش راح نسوي؟ هنا عند الكوانتيتي معروفه هنا عندنا الكونسنتريشن معروف هنا الكوانتيتي فقط هنا الكوانتيتي فقط هنا الكونسنتريشن. طيب ايش راح نسوي؟ راح نمشي بالمقلوب بما انه هنا اعطاناها. تمام. ايش راح نقول؟ راح نقول الكونسنتريشن بما انها بالريشيو راح نحولها الى برسنت فنقول 1 فيها 5000 كم في 100 راح نضرب طرفين في وسطين اذا 1 ضرب 100 قسمة 5000 راح تساوي 0.02%. تمام. الكوانتيتي عندنا كم قال لك؟ قال لك انها 1 لتر واحنا قلنا لازم تكون بالملي او بالجرام اذا راح نحولها الملي 1 لتر فيها 1000 ملي. تمام. طيب الحين تمام حولنا هذه البرسنت وهذه الملي. طيب نجي نسوي هذا الشيء مع اللي قبلها لازم نسويها بطريقة معكوسة لأن هذه أصلا مجهولة عندنا وهذه مجهولة فما راح ينفع نمشي بغير هذه الطريقة يعني. طيب فنقول Q1 ضرب C1 تساوي Q2 ضرب C2. طيب خلاص عرفنا Q1 اللي هي كم 1000 ملي. طيب مين الكونسنتريشن حقتها اللي هي هذه
0.02% تساوي، نجي عند هذا الكيو كم حقتها 15 صح؟ كيو هي كم؟ 15 ملي، تمام بالملي إذا ما يحتاج نحول. ضرب سي تو، هل هي معلومة عندنا هنا؟ لا مجهولة. إذا هنا راح نضرب ونقسمها على 15، يصير 0.02 ضرب 1000 ملي قسمة 15 ملي، راح تساوي 1.33%، تمام. إذا طلعنا البرسنت الأولى، تمام. نجي هنا ونعوض عنها، تساوي 1.33%. طيب الحين ليش سوينا هنا؟ لأنه هنا خففها، هنا سوى عملية تخفيف، فعشان كذا سوينا بينهم المعادلة. طيب نجي لهذا، هل راح نسوي معاهم القانون؟ لا. ليش؟ لأن هنا ما سوى لا عملية دايليوشن ولا سوى أي شيء، بس أخذ من هذه 300 سحب منها 15%، فإذا هنا الكونسنتريشن راح تكون نفسها. الكونسنتريشن كم هنا؟ 1.33، إذا هنا راح تكون نفس الشيء 1.33، تمام. طيب هل هنا هي نفسها؟ لا، هنا سوالها كمان عملية دايليوشن. إيش راح نسوي هنا؟ راح نرجع ونسوي القانون، راح نقول Q1 ضرب C1 تساوي Q2 ضرب C2، تمام. Q1 هنا عندنا كم؟ 300 ملي ضرب كم السي حقتها؟ 1.33% تساوي Q2 كم؟ مجهولة. ضرب concentration كم؟ 17%، تمام. خلاص راح نضرب 1.33 ضرب 300 ملي قسمة 17، راح تساوي كم؟ 23.52 ملي. خلاص هنا خلصنا. طيب المثال اللي بعده قال لك how many milliliter of water should be added to، إذا هنا بعد ما نخلص راح نسوي عملية طرح، تمام. of البنت to بنت of 5% weight per volume solution of boric acid to make 2% weight per volume، إذا هنا نفس اليونت البرسنت ما يحتاج نحول. عندنا هنا حاجة إن الكوانتيتي هنا كانت بالبنت، وإحنا قلنا لازم تكون يا بالملي يا بالجرام، تمام. فإذا هنا قال لك إنه واحد بنت تساوي 473 ملي، فإذا Q1 تساوي 473 ملي ضرب C1 اللي هي كم؟ 5% تساوي Q2 مجهولة ضرب C1 اللي هي كم؟ 2%. خلاص راح نضرب هذول ونقسمهم على 2، صير 473 ضرب 5 قسمة 2، راح تكون عندنا 1182.5 ملي. إذا هنا عندنا ملي راح تخرج ملي. طيب هو قالك should be added to، يعني هنا راح يكون عملية طرح. إيش راح نطرح؟ نطرح عدد المليهات من بعض. إذا 1182.5 ناقص عدد المليهات هذه اللي هي 473 ملي تساوي 709.5، تمام. طيب المثال اللي بعده نفس الشيء، بس هنا ما اعطاك النسبة، قال لك how many milliliter of water should be added، اذا هنا راح تكون بعد ما سوي العملية راح نطرح، تمام.
375 ملي of solution containing كم؟ نص جرام. وأعطاك هنا السي 2 اللي هي 1 إلى 5000. إذن أول شيء عندنا Q1 معلومة اللي هي 375. الكونسنتريشن حقتها هل هي معلومة؟ لا، بس إيش أعطاك؟ أعطاك معلومات، قال لك إنه النص جرام كانت في هذه 375. طيب راح نطلع البرسنتج حقتها كيف؟ راح نقول نص جرام في 375 ملي كم في 100. خلاص راح نضرب طرفين في وسطين، يصير نص ضرب 100 قسمة 375 راح تطلع 0.133%. تمام، إذا طلعنا C2 اللي هي كم؟ 0.133% تساوي ال Q2 هل هي معلومة؟ لا، ضرب C2 قال لك كم؟ قال لك 1 إلى 5000. إحنا نبغاها present، إذا نقول 1 إلى 5000 كم في 100؟ 1 ضرب 100 قسمة 5000 تساوي 0.02%. طيب خلونا نكتبها بشكل مرتب، راح نقول Q1 تساوي 375 ضرب C1 راح تساوي 0.133%. الQ2 مجهولة ضرب C2 اللي هي 0.02. خلاص راح نضرب هذا مع بعض ونقسمهم على هذا، تمام؟ راح يصير عندنا 0.133 ضرب 375 قسمة 0.02 راح تساوي 2493.75 ملي، تمام؟ طيب نرجع للمسألة، قال لك should be added to، يعني هنا راح نطرح إيش راح نسوي؟ راح نقول 2493.95 ملي ناقص هذه 375 راح تساوي 2118.75. تمام كذا صح لنا. النوع الثاني من الديليوشن اللي هو الديليوشن اوف الكحول، وزي ما قلت لكم حقة الكحول تكون ووتر اند الكحول، تمام؟ بس كلها تنحل بنفس القانون ونفس الطريقة. هنا اليونت اوف البرسنت اللي هي الفوليوم بير فوليوم والويت بير فوليوم، لو ما انكتبت لك بالسؤال دائما تعرفين انه حقة الكحول فوليوم بير فوليوم. طيب لكن عادي في حالات مرة قليلة ان تكون ويت بير فوليوم، تمام؟ طيب كلها تنحل بنفس الطريقة. الديليوشن اوف الاسيد اللي هو النوع الثالث من الديليوشن، هنا اليونت اوف البرسنت تكون ويت بير فوليوم غالبا، تمام؟ طيب هنا هذا المثال كان فيه شوية يعني حركات. اول شيء عندنا هنا قال لك انه كم عدد الملي اوف 37% ويت بير ويت، تمام؟ واعطاك السبيسيفيك جرافيتي، قال لك ايش؟ انه السبيسيفيك جرافيتي تساوي 1.20 ريكواير تو ميك 1000 ملي اوف 10% ويت بير فوليوم. اذا هنا عندنا اليونت مختلفه، واحد ويت بير ويت والثاني ويت بير فوليوم، تمام؟ فاذا خلونا هنا نكتب المعطيات حقتنا. اول شيء عندنا الكيو 1 مجهوله هو طالبها، والسي 1 كم تساوي؟ 37%. وعندنا الكيو 2 كم كانت؟ 1000 ملي. والسي 2 كم تساوي؟ 10%. طيب ايش المشكلة اللي كانت عندنا؟ انه هنا كانت ويت بير فوليوم، هنا عندنا ويت بير ويت، فلازم نحول واحدة منهم للثانية، تمام؟ طيب راح نرسم المثلث حقنا اللي هو ايش يساوي. قلنا انه هنا يكون ويت بير فوليوم
تحت تكون weight per weight ضرب specific gravity. هنا بينهم ضرب، هنا بينهم قسمة. طيب أنا قلت إنه الدايليوش إنه في الأسيد غالبا تكون كذا weight per volume، فإذا هنا عندنا أبغى weight per volume. إيش راح أسوي؟ راح أضرب weight per weight اللي هي هذه 37 ضرب الspecific gravity اللي هي كم أعطاناها 1.20. طيب كم راح تساوي؟ 37 ضرب 1.20 راح تساوي 44.4%. طيب شفتوا هذه؟ راح أعوضها بدال هذه 37، تمام؟ عشان لازم تكون عندنا weight per volume. بس عادي ترى نقدر نقلب العكس، نقدر نقول إنه العشرة نحول هذه اللي هي weight per volume نحولها weight per weight، تمام؟ بس إحنا نستخدم هذا لأنها غالبا تكون الديليوشن حقت الأسيد weight per volume، تمام؟ طيب خلونا نجي نعوض بالقانون. قلنا الـ Q1 مجهولة ضرب C1 اللي هي كم طلعناها 44.4% تساوي الـ Q2 اللي هي 1000 ملي ضرب C2 اللي هي 10%، تمام؟ طيب راح نعوض الحين 1000 ملي ضرب 10% قسمة 44.4 راح تطلع عندنا 225 ملي 22، تمام؟ طيب طيب هذا المثال قال لك how many milliliter of 85% weight per weight، هذاك specific gravity، وقال لك عشان نحضر فيه 1 جالون وفي الربع برسنت، تمام؟ هنا نفس المثال اللي قبل شوي، وكانت الربع برسنت weight per volume، تمام؟ هنا مختلفة عندنا unit of البرسنت، لازم نحول واحدة منهم للثانية. نفس المثال اللي قبل شوي نفسه، بس انه بدل لا يعطيك اياها بالملي اعطاك اياها بلاش بالجالون، فنحولها الملي ونسوي نفس المثال اللي قبل شوي، تمام؟ هنا لما اعطاك يعني حلين، هنا بس يقول لك انه احنا لو حولنا من ويت بير ويت، يعني خلينا الطرفين كلها ويت بير ويت، هي نفسها لما نجي نحط الطرفين ويت بير فوليوم نفسها راح يطلع نفس الناتج، تمام؟ بس طيب النوع الرابع والأخير من الدايليوشن اللي هو الدايليوشن اوف السوليد او السيمي سوليد، اليونت اوف البرسنت غالبا تكون ويت بير ويت. معليش، طيب نيجي نشوف المثال عندنا. قال لك هاو ماني جرامز اوف الاوبيوم اللي كانت عندنا 15% ويت بير ويت. اذا عندنا الكيو 1 مجهولة، عندنا السي 1 كم تساوي؟ 15% weight per weight، تمام؟ كم كان عندنا الكيو 2 تساوي 150 جرام لأنها weight per weight، والسي 2 تساوي 10% weight per weight. إذا هنا إحنا ما نحتاج نحول اليونيت كلها زي بعض، تمام؟ وراح نعوض تعويض مباشر في القانون. خلاص نقول Q1 مجهولة ضرب 15% تساوي 150 جرام ضرب 10%، إذا 150 جرام ضرب 10 قسمة 15 راح تساوي 100 جرام. طيب خلونا نرجع نشوف السؤال. قال لك how many gram of the opium and how many gram of lactose، تمام؟ فإذا إحنا عندنا كم التوتال حق الجرامات؟ 150 to prepare 150 جرام، إذا راح نقول 150 جرام ناقص حقة الأوبيوم عشان نطلع حقة اللاكتوز. كم اللي طلعنا حقة الأوبيوم هذه؟ 100 جرام تساوي كم؟ 150 ناقص 100 راح تساوي 50 جرام من اللاكتوز، تمام؟
طيب المثال الأخير معانا نفس الشيء، قال لك how many grams of 20%. إذن عندنا Q1 مجهولة وعندنا C1 كم تساوي 20%، تمام؟ and how many gram of ointment base. أنا هنا بعد ما خلص لازم نطلع حقة الجرامات الثانية، لازم يكون عندنا عملية طرح، تمام؟ of 5 pound of 2%. إذن Q2 عندنا كم؟ 5 pound. طيب احنا قلنا ايش؟ انه لما تكون عندنا اي يونت غير الجرام او الملي راح نحولها لجرام او ملي، تمام؟ والسي 2 كم تساوي؟ كانت 2.5%. طيب اول شيء عندنا راح نحول عندنا الباوند الى جرام، يا اما نحفظ هذا القانون او نطبق بالقانون اللي احنا درسناه. ايش قلنا؟ قلنا انه 1 كيلو جرام تساوي 2.2 باوند، صح؟ طيب كم في 5 باوند؟ كم كيلوغرام في 5 باوند؟ راح نضرب طرفين في وسطين، راح نقول 1 كيلوغرام ضرب 5 قسمة 2.2 راح تساوي كم؟ 2.2 كيلوغرام، تمام؟ لسه ما خلصنا، أنا أبغاها بالجرام. إيش راح أسوي؟ راح أضرب في 10 وسموجب 3. ليش سموجب؟ لأنه من كبير إلى صغير، تمام؟ طيب فإيش راح نسوي؟ نضرب في 10 وسموجب 3 راح تساوي 2272، تمام؟ هنا جرام. خلاص الحين وصلنا لهذه. الحين نجي نعوض، قلنا الـ Q1 مجهولة ضرب C1 اللي هي 20% تساوي الـ Q2 اللي هي 2272 جرام ضرب 2.5%، ضرب 2.5 قسمة 20، طلعت عندنا 284 جرام، تمام؟ الحين هذه النقطة الأولى خلصناها. طيب احنا نبغى عدد الجرامات حقة البيس، فايش راح نسوي؟ راح ناخذ هذه عدد الجرامات ونطرح منها هذه عدد الجرامات، فيصير عندنا 2272 جرام ناقص 284 تساوي كم؟ 1987 جرام وفي البيز. خلاص خلصنا، إن شاء الله يا رب تكونوا فهمتوا، وإن شاء الله تكون محاضرة سهلة. لازم تتمرنون على تمارين مرة كثيرة، يعني حتى عاد جربوا أنتم مخكم، العبوا في التحويلات اليونت من ويت بير ويت إلى ويت بير فوليوم، وكثرة التدريب يعني بتخليكم تحلون بسرعة، وكمان عشان ما تلخبطون. وبس شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.